إن مقاومة القائد أبو الذي يقاوم في ظل نظام التعذيب في إمرالي منذ 25 عاما لها خصائصها الخاصة التي ورثت إرث هذه المقاومات العظيمة من التاريخ. لقد تصرف في شخصه بعبء ثقيل ومسؤولية الوعي بالإبادة المفروضة على الشعوب والنساء في الشرق الأوسط. قال إنه قاوم بحب العلم على غرار الطريقة التي احترق بها قادة وحكماء التاريخ العظماء بحب الحقيقة وأضاء من حولهم. ففي المرافعات والكتابات والرسائل التي كتبها في إمرالي وفي اللقاءات التي تمت مع محاميه كان همه الرئيسي هو إلقاء الضوء على الحقيقة وإرشادها. في 15 من شباط عام 1999 كانت المؤامرة الدولية هي الخطوة الأولى للحرب العالمية الثالثة. كان هذا هو السبب في أن العديد من الدول من إسرائيل إلى روسيا ومن أمريكا إلى اليونان من مصر إلى بريطانيا وأفريقيا للمشاركة في هذه المؤامرة. كان الهدف من أسر القائد هو أن تقوم حركة حرية كردستان بأي طريقة يقاوم القائد أبو في إمرالي لأي غرض وتحت أي ظروف. كتب مرافعاته إلى المحاكم والتي ذكر إنه غير متأمل أي ردود فعل قانونية. ماذا أراد أن يفعل بهذه المرافعات؟ ما هي الرسائل التي وجهها إلى شعوب ونساء الشرق الأوسط في اللقاءات مع محاميه؟ لن تكون الإجابات على هذه الأسئلة سبب العزلة فحسب. أول مرافعة كتبها خلال عملية المحاكمة في إمرالي للقائد أبو هو مانيفستو من أجل الديمقراطية والسلام التي أكملها في حزيران عام 1999 في ظل إهانات الفاشيين ضده، حيث حكم عليه بالإعدام ونقل إلى قاعة المحكمة في زنزانة زجاجية. دعا إلى السلام وبناء جمهورية ديمقراطية. فجاءت هذه المرافعة والدعوة الجميع، حيث أفشل بهذه المرافعة جميع خطط القوى الدولية والعالمية في إشعال فتيل الحرب العالمية الثالثة. عبر القائد أبو عن المرحلة والغاية من كتابه هذه المرافعة من خلال لقاءاته بالكلمات التالية: لم أحصل على آلة كاتبة، لقد أنهيت 90 صفحة من مرافعتي، لا أريد الإطالة كثيرا، لقد عددت مرافعة جيدة من أجل الحل الديمقراطي. كان أول التماس لي في المحكمة دعوة متواضعة للسلام في مرافعتي الأولى، مرافعة إمرالي، كانت من أكثر مرافعاتي مرونة، قرأتها في دفاعي في المحكمة، قيمت الجمهورية الديمقراطية وعبرت عنها للمحكمة، قلت أنه يجب أن يكون هناك توافق ديمقراطي في الآراء. لقد ذكرت أن حل العصر هو توافق الآراء الديمقراطية، أشرت إلى أن هذا ضروري وأنه إذا لم يتم فهم ذلك فستصبح المشكلة غير قابلة للحل، لكنهم لم يفهموا ذلك، لقد فسروها كما أرادوا أن يفهموا. المرافعات التي كتبها القائد أبو في إمرالي تكمل بعضها البعض كسلسلة من الحلقات الواسعة والعميقة المضافة إلى بعضها في عملية كتابة مرافعاته. ذكر القائد أسماء الكتب التي قرأها وانتقاداته للأفكار الواردة في هذه الكتب، مما أدى إلى إنشاء برنامج تدريبي يمكن للجميع من خلاله تثقيف أنفسهم. بدأ دفاعه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بكتابه من دولة الكهنة السومريين نحو الحضارة الديمقراطية الذي بدأه في 1 نيسان عام 2001 وأكملها في 28 من آب عام 2001. من خلال مرافعتي سوف تقومون بتحليل الدين والميثولوجيا والأدب، سيكون لديكم وعي تاريخي جميل، ولأجل أن تشعروا بلذة الحياة والجهد يجب أن تمتلكوا وعياً تاريخياً صحيحاً. يجب عليكم معرفة التاريخ وعلم الاجتماع بشكل جيد، وإن لم تعرفوا هذا فلن يكون للطعام والأسرة والصداقة والعلاقات الاجتماعية ولا شيء ولا الحياة ممكنة. يجب أن تقدر النساء هذه الاستنتاجات، فهذا سيمنحكم كل الكرامة والهوية، وهذا هو أعظم معروف تاريخي يمكنني أن أقدمه لكم. إذا أتيحت لي الفرصة أود أن أكتب عن ما حدث للإله والآلهة. أتوقع من جميع المثقفين والأصدقاء مراجعة الكتاب ونقده
وأعتقد أن هذا سيفتح الطريق أمام ثورة ذهنية في الشرق الأوسط. يجب على جميع المثقفين الأكراد والأتراك تقييم مرافعتي. قمت بتحليل تاريخ الشرق الأوسط الممتد على مدى 15 عاماً. تسلط المرافعة الضوء على المقاربات الذهنية والتاريخية والاشتراكية والإيديولوجية والسياسية والديمقراطية وحقوق المرأة وحقوق الإنسان المهمة للغاية. مرافعتي هذه هي إن لقاء للسلام والديمقراطية مع التاريخ أثناء الاستجواب. قال أحد المسؤولين: لقد ربطتنا بالدولة وتحاول أسرنا من خلالها. الدولة تبحث بدقة وعمق فيما تعنيه مرافعاتي بالنسبة لهم. كجزء من محاكمة إمرالي، أكمل مرافعة في قضية أورفا لحزب العمال الكردستاني في 10 تموز عام 2001 تحت عنوان التاريخ في حوض دجلة والفرات. أطلق عليها اسم أورفا ما بين اللعنة والقداسة. في هذه المرافعة حلل القائد آبو القداسة واللعنة في الشرق الأوسط من خلال مدينة أورفا، وأعرب عن الحاجة إلى أحياء التقليد الإبراهيمي المعاصر ضد نمرود المعاصر. التاريخ مخفي في بدايته. إن معرفة التاريخ لأولئك الذين لا يستطيعون فك رموز بدايته هي أيضاً أساس الجهل الذي هو سبب كل الكوارث. إن وضع المهدي للبشرية ليس قضية يمكن تجاهلها بسهولة. أي شخص يمكنه القول إنه لم يربى في المهد إذ قيل إنه غير موجود، فلا يمكن فهم قيمة الإنسانية وواقعها دون فهم مهدها وعطائها حقها. ردود فعل جميع الشعوب المحلية على العبودية التي لها صدى قوي في هذا الانفجار الإيديولوجي تتطلب الثقافة النبوية وسنة النبي إبراهيم الذي يعتبر جد الأنبياء تفسيرات وممارسات حديثة وتجعلها مهمة. نظراً لأن مكان وتطور أورفا ومنطقتها في تاريخ البشرية قد تم الكشف عنها بشكل صحيح، فمن الممكن تقييم يومنا هذا بشكل أكثر وضوحاً ما لم يتم تحليل التاريخ بشكل صحيح. طلب القائد آبو نشر المرافعة التي أعدها لمحاكمته في أثينا ككتاب تحت عنوان الإنسان الحر. حدد الدفاع الذي اكتمل في 20 أيار عام 2003 طرح فيها البراديغما الجديدة أثناء كتابته للمرافعة. كان القائد آبو يعاني من مشاكل صحية ناجمة عن الظروف المناخية السيئة في إمرالي. بدأت الدولة التركية في تقييد لقاءاته مع المحاميين والأسرة على أساس أن السفينة كانت مكسورة أو أن الطقس كان معاكساً، نظر إلى العلاقات بين الشرق والغرب من بعد أو من بعد مختلف، وعرف عمله الخاص بأنه مضاد. ومع ذلك فقد كشفت أيضاً عن خيانة الصداقة من قبل الدولة اليونانية التي لعبت دوراً في المؤامرة. فيشرح القائد آبو محتوى مرافعته على النحو التالي: في هذه المرافعة قمت بتحليل 2500 عام من الثقافة الشرق أوسطية والهيلينية. يمكن أن يكون مثل الدفاع عن الإنسان الحر أو الدفاع عن سقراط. كما تعلمون حارب سقراط أيضاً من أجل الديمقراطية ضد الطبقات الحاكمة في أثينا بتلك الفترة. حكم سقراط لاتهامه القيام بتشتيت أفكار الشباب وعدم طاعة الآلهة في ذلك الوقت، وهذا يشبه وضعي الحالي. في الواقع لو كان لدي الوقت لكان بإمكاني تغطيته بشكل أعمق. لم أشرح الكثير لكنني وضعت النقاط الأساسية. هناك ابتكار تاريخي في مجتمع وشعوب الشرق الأوسط. نحن نواجه وضع الأساس لحضارة الشعب الديمقراطية التي هي بديل لحضارة المجتمع الطبقي المعمرة منذ 5000 عام. بعد سبات طويل التاريخ في تطور تفعيل ظهور النبيل للبشرية في هذه الأراضي. في عام 2003 بدأت الهجمات الأمريكية على العراق والتدخل في الشرق الأوسط. إنه استمرار لمؤامرة دولية، وجزء من هذا التدخل كان لتصفية حركة حرية كردستان من الداخل. كانت مرافعة القائد آبو التي تم إعداده أيضاً لتقديمها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدخلاً في هذه العملية.
عنوان مرافعته التي اكتملت في 27 من أبريل عام 2004 باسم الدفاع عن الشعب، عبر عما كان يهدف إليه بهذه المرافعة بالكلمة التالية: في هذه المرافعة اعتبرت أنه من واجبي الرئيسي العثور على إجابات لأسئلة لطالما كنت أبحث عنها لفترة طويلة، إن الحقائق القاسية لحياة الشعب الكردي الذي يجب أن تكون جديرة بالذكر وتنتظر حلاً ممكناً، والمشاكل التي تواجهها حركة حزب العمال الكردستاني التي تحمل نفسها مسؤولية قيادة الطريق، جعلت من الضروري بالنسبة لي أن أجد قوة المعنى والأدوات الهيكلية لحل ناجح. وبينما أجد في نفسي هذه المسؤولية، فإنني أدرك تماماً الحاجة إلى العمل من أجل جميع الشعوب. كان نموذج مؤتمر الشعب حلاً مثبتاً، وبينما كانت تحاول التغلب على مشكلة الدولة بالتحول الديمقراطي، كان عليها أن توفر أنسب الفرص لمشاكل الحرية والمساواة بين الناس في ظل التحول الديمقراطي. في الوقت نفسه يمكن حل مشاكل شخصيته من خلال تثقيفهم في ممارسة صارمة للديمقراطية كوسيلة للتغلب على مأزق الثورات الحديثة. لا يمكن التفكير في أنها أكثر ملائمة من طريق المؤتمرات الشعبية الديمقراطية. في عام 2007، إلى جانب الحكم على القائد أبو بالسجن الانفرادي وعرقلت مقابلة المحاميين له، تمت حادثة تسمم كانت فترة اشتدت فيها أساليب التعذيب، مثل قص شعره بالقوة واختلاس النظر من خلال فتحات الباب ومنعه من النوم والعمل عن طريق فتح الأبواب وإغلاقها. على الرغم من كل هذه الجهود، أكمل القائد أبو مرافعته خارطة الطريق التي تضمنت خطة من 3 مراحل للحل الديمقراطي للمشكلة الكردية في 15 من آب عام 2009. ومع ذلك ظلت هذه المرافعة في أيدي الدولة التركية لمدة عام ولم تعطي للمحاميين، حيث لا يمكن أن تصل هذه الوثيقة إلى الشعب إلا من خلال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. خلال هذه الفترة بدأ في إعداد مرافعته لإعادة المحاكمة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في فترة 3 سنوات من عام 2007 إلى عام 2011. كتب القائد أبو مجموعة من المرافعات وطلب بنشر المرافعات المكونة من 5 مجلدات تحت اسم مانيفستو الحضارة الديمقراطية. أثناء كتابة المرافعات تم تشييد العزل عليه في العديد من المرات وعرقلة اللقاء مع المحاميين، حيث قامت بإزالة بعض الأجزاء من المرافعات، الدفاعات ومراقبتها. بعد كتابة وتقديم أول مرافعتين له، يخبر القائد أبو محاميه بما حدث. بعد يوم أو يومين من كتابة المرافعة، جاء وفد عسكري وحقق في الأمر. كانوا غاضبين جداً ولم يتحدثوا معي، لكنني فهمت أن الأمر يتعلق بمرافعتي. كان هذا واضحاً من موقف مدير السجن، هو أيضاً لم يفهمها. لقد فوجئ. بعد يومين تم نشر مذكرة 27 من نيسان، صدرت المذكرة في مساء اليوم التالي. عندما وصلت مرافعتي إليهم، المذكرة محررة ضدنا بشكل أساسي، ونحن هدفها وكان صدور هذه المذكرة أفكارنا التي تحتويها المرافعة. حاولت الكتابة أثناء جزاء السجن الانفرادي، كتبت حوالي 350 صفحة، حيث قمت بالضغط على صحتي. أبدأ بنقد الحضارة فيها بدءا من الحضارة من السومرية مرة أخرى. لقد أرسلت مرافعتي اليوم وأحضر ورقة التسليم ووقعت عليها. كانت هناك بعض الأماكن التي مسحت ومسحتها الإدارة في بعض الأماكن وأحضرها إلي. قالوا نحن نزيل هذه الكلمة أو العبارة من هذه الصفحة. تشغل الأماكن التي مسحوها مجموعة 2 حتى 3 صفحات. وقعت على الأماكن التي مسحوها وحولناها إلى ورقة تسليم. كانت مرافعة سيسيولوجيا الحرية مرافعة تعني للقائد أبو معاني عظيمة، وكتبها بحماس عندما اكتملت في عام 2008 ووصلت إلى أيدي المحاميين. شعر القائد أبو بسعادة غامرة وارتياح،
كانت هذه المرافعة أيضا هي مرافعة التي تضمنت توصيات علم الجينولوجي، حيث اقترح القائد أبو أن تقرأ أو تقرأ الفصول المتعلقة بالمرأة بعناية. أثناء كتابة هذه المرافعة تم احتجازه انفراديا مرارا وتكرارا، وصودرت أقلامه ودفاتره وكتبه لعدة أيام. حدق القائد أبو في الحائط متأملا وركز على مرافعته. سأبدأ الجزء الثالث والذي يسمى بالحرية في هذا القسم. سأحاول شرح الحرية خاصة اليوم. نحن في فترة أصبحت فيها الحياة بلا معنى بشكل متزايد. سأحاول شرح أهمية السعي إلى الحرية وحبس الحرية من أجل التغلب على عدم معنى الحياة على وجه الخصوص. لكي تتغلب النساء على الحياة التي لا معنى لها، يجب أن يطمحن إلى حياة حازمة تتجاوز وضعهن وتحبس الحرية. طلبوا 10 أيام أخرى من الحبس الانفرادي. هذه هي طلبات العقوبة التي تم تقديمها لي. أعطوا هذه العقوبة بسبب عدم الانضباط. كان لدينا جدال مع الإدارة بسبب الباب. من المحتمل أن يدخلوا حيز التنفيذ بعد 15 من الشهر، يطبقونه لمدة 30 يوما. في غضون ذلك سأبدأ الجزء الآخر من المرافعة. في هذه المرافعة سأحاول شرح كيف تعيش الحرية وكيف يتم التعبير عنها. سيكون موضوع تحقيق في اجتماع 21 من شهر أيار واجتماع 14 من شهر أيار، وهذا يعني أن 70 وحتى 90 يوما من الحبس الانفرادي يمارسون الحبس الانفرادي. اليوم هو اليوم 12. اعتبارا من يوم أمس أعادوا القلم الذي اشتروه، بدأت في كتابة بقية أجزاء المرافعة. لدي دفتر ملاحظات معي. أعتقد أنني سأنتهي من دفتر الملاحظات. كما تعلمون لا يتم إعطاء الصحف والكتب وأجهزة الراديو بسبب الحبس الانفرادي. يسمح فقط بالاحتفاظ بكتاب ومجلة وصحيفة واحدة في ظروف الحبس الانفرادي. لم أتمكن من تدوين الملاحظات والاقتباس منها. كانت طريقتي الأساسية هي تسجيل كل ما أراه مهما في ذاكرتي واستيعابه في شخصيتي. لم أتحمل بخنوع كل حظر. كان ردي على هذه المحظورات هو توضيح ذاكرتي تدريجياً، وهي مخزن معرفة الكون، وجعل الأفكار ذات الأهمية الحاسمة هي المهيمنة. ومع ذلك فإن أكبر نقطة ضعف في هذه الطريقة هي أن الذاكرة البشرية غافلة، وأدى عدم القدرة على تدوين الملاحظات دوراً باهظاً في هذا الصدد. بينما كنت أستعد لكتابة هذا الفصل جاء حظر القلم. ومع ذلك عندما تم رفع الحظر في اليوم 10 من الحبس الانفرادي بدأت الكتابة على الفور، لأنني كنت متأخراً ولم أستطع الوفاء بوعدي. كان ردي على حظر القلم هو التركيز أكثر على المخطط الرئيسي. حقيقة إنك أخذت مرافعتي جعلتني أكثر راحة، كان أكثر أهمية من صحتي. من المهم جداً بالنسبة لي أن تتم قراءة مرافعتي وفهمها. الشيء المهم هو أن دعوتي تخلق معنى واسعا في المجتمع. حاولت خلق أكبر قدر ممكن من اتساع المعنى. كتبت بأعلى مستوى من التركيز يمكن للشخص أن يركز عليه. تضمنت مرافعتي عن أزمة الحضارة في الشرق الأوسط وحل الحداثة الديمقراطية التي اكتملت في عام 2009، تحليلات عن تكييف التاريخ العالمي والواقع الاجتماعي مع مجتمع الشرق الأوسط. يعبر القائد أبو عن أن فهم نفسه كفرد مرتبط فقط بفهم مجتمع الشرق الأوسط الذي يتشكل فيه. أحد أهداف هذه المرافعة هو تطوير نهج علمي موجه نحو الشرق الأوسط من خلال التخلص من العقلية الاستشراقية في المرافعة. فيعبر القائد أبو عن هذا الارتباط بالكلمات التالية: ومن المعروف جيدا، أو ينبغي أن يكون معروفا، أن ظروف إدانتي لم تكن سهلة. الجواب الأول الذي يمكنني تقديمه على السؤال حول كيف يمكنني تحمل هذه الظروف هو مرة أخرى قول مأثور: أنا أعيش فقط سجين واقعي الاجتماعي. أنا أدرك تماماً أنه حتى لو كانت جنات عدن أمامي
فلن أتمكن من العيش بحرية في هذا الواقع حتى لو أردت ذلك. أولئك الذين يدعون أنهم يعيشون في نفس الواقع يجب أن يكونوا على يقين من أنهم يضللون أنفسهم على أقل تقدير. بطبيعة الحال تتطلب الأسباب التاريخية والمعاصرة للإدانة الاجتماعية تفسيراً جدلياً طويلاً. الشيء المهم هو الوصول إلى هذا المعنى. فقط بعد الوصول إلى هذا المعنى يمكننا المضي قدماً في مسيرة الحرية في الزمان والمكان. إنها مسيرة خارجية بقدر ما هي داخلية واجتماعية وفردية. تم الانتهاء من المرافعة الأخيرة للقائد آبو في نهاية عام 2010، وتم نشره ككتاب في عام 2011 تحت عنوان القضية الكردية وحل الأمة، في حين إنه جسد تعريف الأمة الديمقراطية في هذه المرافعة، فقد حدد أيضاً أحد أبعادها الأساسية في شكل التعايش الحر. يتم التعبير عن المعنى الذي يعلقه على هذه المرافعات قبل القائد آبو في الكلمات التالية: هذه المرافعة الأخيرة عني يكاد يكون بياناً لتحرير الشرق الأوسط. إنها قيمة جداً، تحتوي على كل شيء فيه، دعهم يعرفون كيفية الاستفادة منه. من المؤكد أن دعوتي ستكون ذات تأثير قوي على ثقافات الشرق الأوسط، وخاصة في الأناضول وبلاد ما بين النهرين، للتعبير عن نفسها كحقيقة وجعلها حرة سياسياً. وأعتقد أن هذه الدعوات ستكون واحدة من المعالم البارزة في هذه الثقافات التي تلعب دوراً رئيسياً في تطوير البشرية، التي هي واحدة من أكثر الكائنات ذات المغزى في الكون، وستفتح الباب أمام الحياة البشرية الحقيقية على هذا الطريق الذي تسلكه باسم الحرية والديمقراطية والاشتراكية، سيفتحه على مصراعيه. بمرافعاته تجاوز القائد آبو العزلة المطلقة المفروضة عليه. ترجمت كتبه إلى العديد من اللغات حول العالم، وانضم الكثير من الناس إلى النضال من خلال التأثر بأفكاره. وبالنسبة لحقوق كردستان والشرق الأوسط، فقد مكنتهم من التفكير بأفكارهم الخاصة وإقامة حكمهم الذاتي وبناء نظام يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم. لقد خلقت فكرة ونظام القدرة على الوجود في جميع مجالات الحياة وتنظيم الحرية للمرأة. بالنسبة للنساء من جميع الجنسيات اللواتي يعشن في شمال شرق سوريا، فإن أفكار القائد آبو والنظام الذي أسسته هي في طبيعته ثورة نسائية. أن فهم الثورة النسائية والدفاع عنها وتعميقها لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعميق دفاعاتها وأطروحاتها. فيعبر القائد آبو عن معنى العلم بالنسبة له في مرافعته عن الشرق الأوسط على النحو التالي: أكتب هذه السطور في ظل أقصى ظروف الحبس الانفرادي. من واجبي تجاه الإنسانية أن أقول إن القيمة الوحيدة التي تدعمني هي حب العلم، وأنه لا يوجد علاج آخر لتخفيف أثقل آلام الحياة بما في ذلك الموت باستثناء حب العلم. تمت كتابة المرافعات بهذا الحب للعلم ولمواجهة آلاف السنين من الواقع الأبوي والجنسي الذي تعرضنا له كنساء. تقع على عاتقنا مسؤولية التنوير والنضال مع مثل هذا الحب للعلم.